طلاب وطالبات العلم الصناعي جيل 2006، يعطيكم ألف ألف عافية. أنا كطالب معرض أني أغلط في امتحان الوزاري، وكثير طلاب بتواصل معي بيقولوا أستاذ أنا فاهم الفكرة ولكن الجواب النهائي قاعد بيطلع معي خطأ. طبعا شو السبب؟ السبب أنه أنا فاهم الدرس، فاهم الموضوع، ولكن عندي خطوة في التأسيس أو مهارة معينة مش بتقنها 100% فبغلط فيها. جيتكم أنا أستاذ فخري حتى نوعيكم بطريقتنا الخاصة لأخطاء الطلاب اللي بيخطئوها في الرياضيات بشكل عام. ما بحكي أنا قاعد بدي أشرح دروس، لا مش شرح دروس، إحنا بنحكي عن أخطاء بسيطة ضمن حل السؤال بغلط فيها الطالب. طبعا زي ما تفضل الأستاذ حسام، أخطاء بسيطة طالب بوقع فيها أثناء حل السؤال بصراحة ممكن تضيع عليه علامات كثير. لهي قررنا أنا وأستاذ حسام نعمل سلسلة بسيطة جدا، هي مش حل أسئلة، هي فقط تنبيه. سلسلة اسمها بي كيرفول، هتنزل حلقتين بالأسبوع كل يوم سبت وثلاثاء، أنا والأستاذ حسام العبسي إن شاء الله، وراح تفيدكم وراح توعيكم على خطوات أثناء حل السؤال إنكم تنتبهوا منها وما توقعوا بالخطأ اللي معظم الطلاب وقعوا فيه وللأسف ضاعت عليهم علامات. الهدف من هاي السلسلة بعد ما شفنا الطلاب قدمت امتحانات وشفنا أخطاء الطلاب في الامتحانات، لقينا إنه معظم أخطاء الطلاب هي عبارة عن شغلة بسيطة بتلاقي فاهم الموضوع ومتمكن منه، ولكن شغلة بسيطة هي ذا الحل تخرب عليه إيش جواب السؤال. وفي النهاية راح تلاقي حالك إنه بعد ما تخلص هاي السلسلة إنه أمورك خلينا نقول بشكل عام اتحسنت أفضل من إيش، أفضل من أول. وزي ما حكينا هي مش شرح، هي عبارة عن أخطاء بسيطة بخطأ فيها الطالب في الامتحان. بشوفكم على خير، يعطيكم ألف ألف عافية. وتد طريقك للنجاح.